بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا، تحية للأقارب، للأصدقاء، كل الناس اللي قدموا التعازي بوفاة أخوي الكبير طارق. توفى أثر مرض السرطان. إن شاء الله ما تشوفون غير الفرح والسرور، وأيامكم سعيدة، لأنه هذا عيد لازم نعايدكم. وأتمنى من كل إنسان يترك وراء بصمة خير، ويزرع الخير للناس، واللي يقدر يقدم شيء ضمن إمكانياته أن يقدمه للناس، لأنه هناك ناس محتاجة للفيديو التعليمي، محتاجة للمساعدة، الاستشارة. لا تروح من هاي الدنيا إذا مو أنت مخلي لك بصمة بهاي الدنيا. خلي الناس تتذكرك بالزين. أشكركم الشكر الجزيل، وإن شاء الله مستمرين وياكم. بس ينتهي العزاء إن شاء الله مستمرين بالفيديوهات الجديدة لمساعدة الناس المحتاجة. وتحياتي لكم وشكرا لكم.